بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأحوال الجوية. تغير ملموس في نمط الطقس بدأ يطال ولايات الشمال الشرقي، وذلك منذ البارحة بالتزامن مع تحرك كتلة هوائية أكثر برودة قادمة من كندا إلى شمال الولايات المتحدة، عملت على هبوب عواصف رعدية شديدة بدءا من السهول الشمالية إلى مناطق الغرب الأوسط الأمريكي، وتحديدا نحو أيوا، داكوتا الشمالية والجنوبية، ومنها إلى مينيسوتا، وبالتالي إلى إلينوي وويسكونسن، مثلما انتقلت ليلة الاثنين صباح الثلاثاء إلى شرق منطقة البحيرات العظمى ووادي أوهايو، ومنها إلى المناطق الداخلية الشرقية للبلاد حتى يوم غد الأربعاء. وعليه سوف تسمح تبعات الجبهة الباردة القادمة من الغرب الليلة إلى عبور تيارات هواء أكثر برودة لأقصى شمال شرقي الولايات المتحدة، الأمر الذي سيساعد على انخفاض طفيف وتدريجي في الحرارة، وخصوصا خلال الساعات القادمة، ولكن بشكل أكبر خلال نهاية الأسبوع الحالي. كما تساهم نسب الرطوبة العالية في نشوء جولات ثانية من العواصف الرعدية وهطل أمطار غزيرة كما تلاحظون على فترات، مسببة الفيضانات المحلية وسط احتمالية تساقط حبات من البرد أيضا لكل من نيو إنجلند ومين وفيلادلفيا وبنسلفانيا، ومنها إلى نيويورك وبالتيمور وبوسطن ونيوجيرسي، مثلما تنتقل ظروف الطقس المضطرب والمازيد من العواصف الرعدية من جنوب كندا إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي عبر العاصمة واشنطن وأجزاء من فيرجينيا، كارولينا الشمالية، كنتاكي وتنسي. إلى اللقاء.